السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله فيديو مختلف كده. انا خدت اولادي ورحت اجيب لهم هدوم العيد. طيب قعدت اسأل اجيب منين منين. انتوا طبعا انتوا عارفين الاسعار عندنا في كفر الشيخ غالية جدا جدا جدا، يعني غالية عن اي محافظة تانية. فانا حاولت اشوف اي منطقة كده تكون فيها الاسعار كويسة وبرضه تكون الملابس كويسة. فقعدت اسأل، لقيت فيه مكان في دفرية فيه محلات في البيوت، عاملين محلات في البيوت هناك، محلات كتير فيها ملابس كويسه، ناس كتيره بتشكر في المكان ده. فانا قلت اما اروح اشوف. فزي ما انتم شايفين احنا هو داخلين بعض المحلات اللي هناك، ما شاء الله بجد. يعني هي قريه بسيطه خالص، بس بجد فيها محلات. انا انبهرت بصراحه، فيها محلات احسن من كفر الشيخ، وفيها حاجات كتير جميلة بجد. يعني فانتوا هتشوفوا معايا، شايفين ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ملابس الاطفال جميلة، وهناك برضو عبايات وحاجات جميلة جميلة جدا. ماشي، ما طبعا ما اعرفش اي حد هناك، انا كان اول مرة اروح، فده مش يعني مش بعمل دعاية لحد ولا حاجة، لا بالعكس. انا لقيت يعني عرفت ان المكان ده كويس واسعاره مرتاحة، فانا قلت اقول لكم لسه ما جابش لبس العيد او اي حاجة يروح هناك. وهناك طبعا عبايات برضو حريمي، بسم الله ما شاء الله جميلة، وحاجات حلوة بصراحة، وفيها كل حاجة، يعني كل اللي انت عايزينه هتلاقوه، فيه الغالي وفيه الرخيص وفيه كل حاجة. بس مهما كان الحاجة الغالية اللي فيه بتبقى برضو يعني مرتاحة شوية عن مدينة كفر الشيخ نفسها. يعني لما تدخلي في محلات في كفر الشيخ هتلاقي الحاجات الأسعار نار نار خالص. ليه بقى؟ ليه الاسعار غاليه عندهم؟ لان هم مأجرين، والايجار غالي في كفر الشيخ زي ما انتم عارفين. يعني اكتر المحلات بتبقى مأجره، والايجار في كفر الشيخ انتوا عارفين السكن والايجار والحاجات دي غاليه في كفر الشيخ، مولعه نار. فبالتالي هم هيجيبوا طبعا الهدوم رخيصه شويه، هيبيعوها هم غالي. ليه؟ عشان يعوضوا الايجار. فهنا بقى في المكان اللي بقول لكم عليه ديت، هو في بيوتهم مش مأجرين، وبرضو بيبقوا هم اللي شغالين في محلاتهم، ما هماش برضو ايه مشغلين حد او كده. حتى لو اللي مشغل برضو مهما كان برضو مش هيغلي زي كفر الشيخ، لان هو في بيته وفي بيوتهم وعايزين يبيعوا. ماشي، فبسم الله ما شاء الله انتوا شايفين في حاجات كتير، ومولات كبيره فيها حاجات كتير. هتنقوا اللي انتوا عايزينه. بسم الله ما شاء الله جميل جدا، انا انبهرت بصراحه اول ما رحت. فانتوا شايفين ده برضو حبايات حريم، بسم الله ما شاء الله. يا رب الصور تكون واضحه معاكم شويه، اول مره اصور بره بقى، فالواحد كان محرج اصور على السريح كده. ف يعني لو حد طلب مني ان انا اجيب له تفاصيل يقول لي، وان شاء الله هجيب له تفاصيل. برضو عايزه اقول لكم الاسعار برضو مرتاحه جدا. ماشي، ما شاء الله، يعني الاسعار كويسه خالص عن كفر الشيخ. انا جبت لعيالي بسم الله ما شاء الله. يعني انا الحاجات اللي انا جبتها وسالت عليها في كفر الشيخ رخيصه بالنسبه لنفس الخامه ونفس الموديلات وكده. بالنسبه لكفر الشيخ المدينه نفسها ولا حاجه. يعني هي الحاجه غاليه، نعم، والخامات غاليه وكده، والحاجه غاليه بس مهما كان بالمقارنه بكفر الشيخ فهي بجد رخيصه خالص. يعني مثلا عندك ابسط مثال، فستان البنت الصغيره، اقل فستان يعني ممكن 600 700 كده في كفر الشيخ، لا او 600 700 اللي في كفر الشيخ ده انت هتجيبيه من المكان ده برضو بكام. انا جايباه لبنتي ب 380 جنيه، يعني من 380 ل 600 فرق برضو كتير. ماشي، فهو برضو المكان مش بعيد عن كفر الشيخ، هو تبع محافظه كفر الشيخ، قريه برضو من قرى محافظه كفر الشيخ. انا بقول لكم انا انبهرت، هي قريه بسيطه خالص. ماشي، يعني قريه عاديه خالص، بس ما شاء الله يعني كل فاتح حاجات من انتوا شايفينها ديت، محلات كبيره في بيوتهم ما شاء الله، وبيجولهم برضو ناس من كل مكان. هي مش زحمه قوي لان برضو ما فيش حد عارفها قد كده. ماشي، يعني انا بجد مش رحت براحتي، جبت حاجات ولفيت وكده براحتي، مش زحمه، بس في ناس عارفه المكان وبتروح تجي. ماشي، ده يعني انا بوريكم، بصوا دخلت المحلات اهيت، يعني انا دخلت دلوقتي معاكم كذا محل. ماشي، وادي كمان محلات اهيت ما
ما شاء الله يعني، يعني شايفين يعني على الارض وشايفين يعني قريه، قريه عاديه خالص يعني، مش مدينه ولا حاجه، وما شاء الله فيها حاجات جميله واسعار حلوه يعني بجد. يعني انتوا لو رحتوا هناك مش هتندموا، وهتلاقوا كل اللي انت عايزينه. انا جايبه ما شاء الله جميله جميله جدا للعيال، يعني انا لو زي ما قلت لكم لو بجيبها من كفر الشيخ مش يعني الاسعار هتبقى كتير الضعف ماشي. وانا سالت برضو هنا وهنا، يعني انا سالت برضو قبل ما اروح، ولما في ناس برضو ولاد حلال دلوني عن المكان ده فانا رحت. بس ما شاء الله ما ندمتش اللي انا رحته، هو مش بعيد عن كفر الشيخ زي ما قلت لكم. يعني انا ركبت من موقف اللهم صل على سيدنا محمد، اللي عايز يروح برضو يقول لي وانا هقول له التفاصيل، اكتب لي بس التعليق كده، يعني الناس اللي من محافظه كفر الشيخ وعايزه تروح المكان ده يقولوا لي بس، يكتبوا لي بس في كومنت وانا هرد عليهم هقول لهم التفاصيل بالظبط، يركبوا ايه ويروح ازاي. انا رحت بقول لكم، انا رحت برضو عن طريق برضو واحده كده بنت حلال قالت لي وصفت لي برضو ان انا اركب ايه واروح ايه، ورحت اول مره كنت اروح عادي. فانتوا عايزين اللي عايز يقول لي بس. ما شاء الله شايفين ادم جميله بصراحه، فستات وحاجات جميله 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 جدا يعني. اللي عايزني بس ان ايه، عايز يعرف المكان بالتفصيل سيب لي كومنت وانا هرد عليه ماشي. واللهم صل على سيدنا محمد. انا كمان على فكره ما دخلتش كل المحلات، ما دخلتش انا كل المحلات ماشي، يعني انا مني برضو كان الوقت ضيق قدامي وانا رايحه العصر، وكنت عايزه ارجع قبل الفطار، يعني انا رايحه العصر وعايزه ارجع قبل الفطار، ومعايا ما شاء الله 3 اولاد وعايزه اجيب لهم، فانا بصراحه ما عرفتش ان انا الف كتير برضو كمان. وعايزه اقول لكم كمان فيه هناك، بس انا نسيت اصورها لكم بصراحه، بتاع محلات شوزات وحاجات، جايبه انا صنادل وشوزات لاولادي بسم الله ما شاء الله جميله. السعر هقول لكم يعني نص ما بتجيبوه من كفر الشيخ، يعني هجيبوه من كفر الشيخ ضعف، وحاجات جميله وخامات جميله بجد. هو محلات الشوزات مش كتير هناك، بس بجد هتلاقوا فيه الموجود، هتلاقوا كل اللي انت عايزينه حاجات كويسه. هو الاكتر الهدوم، وفي هناك برضو شنط اسعار كويسه، يعني في حاجات جميله بجد. انا بقى ما صورتش هدوم العيد بتاعه اولادي، فانا عايزه اعملها مفاجاه كده ان شاء الله في العيد هصورها لكم باذن الله ماشي. واللي عايز بقى يشوف برضو هدوم العيد بتاعه اولادي بعت لي، وانا هبعت له ان شاء الله هوريها له برضو، مش اي مشكله خالص بجد. حاجات جميله يعني، شايفين الفساتين والحاجات ديت اسعار بجد بسيطه خالص. انا كنت عايزه يعني، انا كنت محرجه بصراحه اول مره اصور برز، قلت لكم كنت عايزه اتكلم مع صاحب المحل ويقول لي الاسعار دي وايه 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 كده، بس انا بصراحه انا كنت بصور من وراهم وكنت خايفه بصراحه اول مره. بس انا لو كنت قلت لهم اصور ويقولوا لي الاسعار بجد ما كانش هيقولوا لي حاجه، انا ندمت ان انا ما قلت لهمش بصراحه، بس انا كنت محرجه بجد. ما شاء الله حاجات حلوه قوي بصراحه، يعني ده بس تصوير لكذا محل، مش محل واحد لا كذا محل، وفي زي ما قلت لكم في محلات كتير انا ما دخلتهاش ماشي، وفي برضو اللي دخلته وما صورتش فيه ماشي. يعني في واحد انا كنت بصور وشافني وانا بصور قال لي ممنوع التصوير يا ابو، عشان كده انا ايه، فعشان كده انا ما اتحركت بقى ان انا ايه اصور معاكم بالتفصيل كده في كل المحلات. فهو في واحد قال لي ممنوع التصوير، وقلت له الامر كذا كذا عند قناه وما اعرفش ايه، فقال لي لا معلش عايزه تصوري موديل واحد صوري، انما المحل كله بلاش. في ناس بتخاف بصراحه، بس انا شايفه ما فيهاش اي حاجه، ده بالعكس ده دعايه ليهم يعني. شايفين الستاند ده جميل بس ما شاء الله حاجات جميله، وفي حاجات احسن واحسن، بس زي ما قلت لكم كنتش بعرف اصور ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لهم، ناس فاتحين في بيوتهم مش مأجرين ماشي، في المصانع برضو هناك ما شاء الله حاجات كويسة. يعني اللي عايز يجيب حاجة بجد، اللي عايز يشتري حاجة يروح يدور على المكان، الناس
اللي في بيوتها يعني، اللي فاتحة في بيوتها. يعني ما يروحش يجيب من اماكن ناس ايه مأجرة وكده ومغليين، يروح يجيب منهم. هي بتبقى هي نفس الملابس ونفس الخامة ماشي، بس طبعا بيختلف من مكان لمكان. واحد مأجر مش زي واحد فاتح في بيته، واحد هو بيشتغل هو وعيلته في المحل مش زي ناس مشغال عندهم، مشغلين عندهم حد بياخدوا ايجار، بياخدوا مرتب وايجار وده وده. طبعا لازم يغلوا الملابس. في حاجات بجد جميلة، وكمان فيه يعني انا يعني ندمت ان انا ما روحتش قبل رمضان، يعني في شهر رجب وشعبان. بيقولوا كمان في كانت حاجات جميلة، في حاجات عجبتني وما لقيتش يعني ايه الوانات زيها، ما لقيتش مقاسات كده، فقالوا لي اللي هي خلصت خلاص. شايفين بقى المول ده اسمه مول مصنع العشري. اه ده مول فيه حاجات كتير يعني، ده الدخلة بتاعته وانتوا داخلين اهم، ده الدخلة بتاعته، ده قدامه كازيون اي حاجة ب35. حاجات حلوة بصراحة، عشان زي ما قلت لكم معرفش اصور بالتفصيل يعني. عبايات وحاجات اهي حريمي متعلقة، حاجات جميلة. ربنا يحميهم يا رب، ربنا يحميهم. زي ما قلت لكم اي حد من محافظة كفر الشيخ انا بنصح ان هو يروح يشتري من المكان ده. يعني واحدة بتجهز عروسة، واحدة بتجيب هدوم العيد لأولادها، بتجيب ملابس صيفي، ملابس شتوي برضه في الشتاء. اي حد عايز يشتري اي حاجة يروح دفرية، المكان ده في دفرية. وزي ما قلت لكم اللي عايز المكان بالتفصيل، اللي عايز يعرف يروح ازاي بالتفصيل يسيب لي كومنت وانا هرد عليه ان شاء الله بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين يا رب، عودها عليكم الايام دي بخير. لازم طبعا نفرح اولادنا ونجيب لهم جديد، كل عيد نجيب لهم حاجات جديده هيعيدوا فيها. ده المول من فوق، انا طلعت اهوت، بس انا على فكره من تحت ما صورتش، لكن اللي تحت انا ما صورتش. كل سنه وانتم طيبين يا رب يا رب. اللي تعجبها القناه تشترك معايا، لايك كده منكم يا حلوين كالعاده يعني فضلا وليس امرا. عايزه القناه كده تكبر بيكم وليكم ان شاء الله باذن الله. بوعدكم ان انا انزل لكم حاجات جديده. فيديو النهارده مختلف عن الطبخ زي ما انتم شايفين، ان شاء الله هنزل لكم برده حاجات جديده مختلفه عن الطبخ، هنوع لكم كده. واللي انتم عايزينه، اللي عايز اي حاجه بس اطلبها مني وانا هرد عليه ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين يا رب. انا زي ما قلت لكم انا ما صورتش كل حاجه هناك، لان دي كانت اول مره ليا ان انا اطلع فيها واصور بره البيت. بس ان شاء الله هتعود على الموضوع ده وهعمل لكم ان شاء الله فيديوهات احسن واحسن. هلا تشوفيه؟ نزلوا لي عسل كده. ماما تعالي كده. احنا هنا تشكلات حلوة وشكلات شيك. هو عايزة ايه؟ قولي يا ماما. نعم. انهي اللي حلوين انا اختار واحد منهم. اهو ده حلو. ماشي. ديت عجبنا يا مرخ. برضه؟ بتاع رمضان. بتاع رمضان. اهو. فلوس اهو. طولت عليك انا في الفيديو معلش. عفوا. نعم اصبروا كده. يعني سيبكم كده تتفرجوا على الموديلات براحتكم. طبعا اللي عايز هيروح بقى بالتفصيل يدور، هيلاقي حاجات احسن واحسن. في فستات، فستات جوه هناك اهي. نعم يا بنتي هدول غاليين يما. اسيبكم في رعايه الله، متنسوش بقى الاشتراك لايك كده منكم يا حلوين فضلا وليس امرا كالعاده. كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده حلو يا مرة. مريم. نعم. ده بقى 370. 370. 370.
370 ب 370 حلوه كده. حالك كده يا ماما؟ حالك كده يا ماما؟ ده احسن من كرك. اه احمد عيب كبير عليكي. هو في صغيره هتقول مش ده مش احنا بنسمع ده اهي. اه في صغير ورقه اهو. شوف احنا شفناه. لا هو ده هو في نص شويه. انا كنت قلت له